أهل المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا من خلال ركلات الترجيح. النصر سيكون في حراسة المرمى أولا. بيرسيبوليس هو من سيسدد الركلة الترجيحية الأولى. خمس ركلات إن لم تحسم ستستمر بعد ذلك ركلة بركلة. في النهاية لابد من فريق فائز وواصل المباراة النهائية. يبدأ حسين كنعاني أولا وبراد جونز في المرمى. هذا كنعاني هو من سينفذ الركلة الترجيحية الأولى بالنسبة لفريق بيرسيبوليس الإيراني. حكم المباراة أعطى توجيهاته لحراس المرمى بضرورة عدم التقدم من على خط المرمى أبدا لأي سبب من الأسباب. عموما حسين كنعاني الآن والركلة الترجيحية الأولى وسجل. كنعاني إذن يسجل الركلة الترجيحية الأولى في شباك براد جونز ليتقدم بيرسيبوليس للمرة الأولى. بيرسيبوليس المرة الأولى في المواجهة هو من يتقدم لأنه تعادل بعد ما كان النصر متقدم من علامة الجزاء. عموما ذلك شيء، هذا شيء آخر. الآن الركلة الترجيحية الأولى لنادي النصر. مادو إذا مادو أنا لست مع هذا القرار. إذا كان عبد الله مادو هو من سيسدد الركلة الترجيحية الأولى، عموما بالتوفيق عبد الله مادو. نعم الترجيحية الأولى لعبد الله محمد مادو. مادو يسجل، يا سلام عليك يا سلام. مادو يسجل بكل أريحية وكل ثقة ويضع كرة في المرمى ليعيد الأمور إلى الاتزان مرة أخرى. ركلة بركلة الآن، ركلة بركلة. سجل بيرسيبوليس ثم عادل بعد ذلك عبد الله مادو بالقدم اليسرى يضع كرة بكل ثقة. رجل الذي سجل هدفا في مرمى السبهان الآن يسجل الركلة الترجيحية. يعود الفريق الإيراني. سيماك نعمتي، سيماك نعمتي هو اللي راح ينفذ الترجيحية الثانية يسجل. قريبة جدا كانت من يد براد جونز. براد جونز في المرتين، في المرتين يذهب إلى الكرة الأولى لم يستطع الوصول إليها، الثانية لمسها ودخلت الشباك. مارتينيز هو من يتقدم للنصر الآن. مارتينيز من أجل الركلة الترجيحية الثانية. غونزالو مارتينيز وحارس المرمى حامد لاكو. يا سلام يسجل مارتينيز، يسجل ويعادل النتيجة 2-2 بعد ركلتين ترجيحيتين صعبة جدا. مثل هذه الكرات هي كرات هي ركلة الجزاء. لو كل ركلات الجزاء نفذت بهذه الطريقة لما ضاعت واحدة عالية في زاوية صعبة جدا تكون على حارس المرمى أيا كان، وأيا كان طوله وأيا كانت مهارته في التصدي. الآن الركلة الترجيحية الثالثة للفريق الإيراني وعلى تنفيذها البديل ميلاد سارلاك. ميلاد سارلاك، ميلاد والركلة الترجيحية الثالثة. براد جونز، جونز يقترب، جونز يقترب، ميلاد يسجل. ميلاد سارلاك يسجل الركلة الترجيحية الثالثة لبيرسيبوليس. خمس ركلات نفذت والخمسة تسجلت. لا دور حتى هذه اللحظة لحراس المرمى في ركلات الترجيح، لا دور في ركلات الترجيح. طيب سؤال، مين الصعوبة على من؟ على الحارس ولا اللي ينفذ؟ طبعا اللي ينفذ، لأن الحارس عنده خمس فرص من أجل التصدي، اللي ينفذ هي فرصة واحدة ولازم يستغلها. الآن ركلة الترجيحية الثالثة بالنسبة لنادي النصر. البديل العبيد يضع الكرة في المرمى. عبد الرحمن العبيد يعود مرة أخرى إلى معادلة النتيجة، إلى معادلة النتيجة. إذا العبيد يسجل بالقدم اليسرى ويضع كرة في الشباك لتعود الأمور الآن إلى التعادل بعد ثلاث ركلات من كل جانب. الترجيحية الرابعة لبيرسيبوليس. شجاع خليل زاده
المدافع شجاع خليل زاده. تأخر في تثبيت الكرة شجاع خليل زاده، وبراد جونز في المرمى. زاده 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 يسجل، زاده يسجل. إذا شجاع خليل زاده يسجل الركلة الترجيحية الرابعة. براد خد خطوة لليسار واتجه بعد ذلك لليمين. خلاص حارس مرة يتخذ قراره مرة واحدة ويختار زاوية. هي ركلات ترجيح، يعني ما فيها علم ثابت، فيها تدريب نعم، فيها محاولة، لكن كل ما تأخر حارس المرمى في اتخاذ قراره كل ما زادت فرص دخول الكرة إلى الشباك. ركلة الترجيحية الرابعة لنادي النصر. البرازيلي مايكون هو اللي راح ينفذ ركلة الترجيحية الرابعة. مايكون الآن في مواجهة حامد لك، حامد لك، حامد لك. يتصدى حامد لك لكرة البرازيلي مايكون، يتصدى حامد لك لكرة مايكون. هذه الكرة لحظة التنفيذ، حامد كان على خط المرمى وبالتالي لا أعتقد بأن هنالك مجال، ستستمر الأمور. الآن يتقدم بيرسوبوليس ويمتلك فرصة حسم التأهل إذا ما نجح في تسجيل الركلة الترجيحية الخامسة. الخامسة، الآمال على براد جونز. وفي الجانب المقابل الوضعية لبيرسوبوليس. براد 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 يسجل بيرسوبوليس ويتأهل للمباراة النهائية. يسجل بيرسوبوليس وبأقدام علي الشجاعي يحسم الأمور بركلات الترجيح ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2018. يعود بعد سنتين ويصل للمباراة النهائية على حساب نادي النصر بعد ركلات الترجيح، بالرغم من أنه لعب الوقتين الإضافيين منقوصا لخدمات أحد لاعبيه بسبب الطرد. هارد لك